أسئلة؟ الأدوات المتاحة لنا لحشد الدعم السياسي والشعبي لمبادرتنا، وأظن أن النية السياسية لن تتوفر إلا بضغط من المجتمع، فإحنا استعملنا كل الأدوات اللي في إيدينا لحشد الدعم الشعبي والسياسي، والحقيقة الباقي بقى عليكم، على الإعلام وعلى السياسيين المختلفين. زي ما قلنا دي لازم تبقى جزء من برنامج كل مرشح، مش بس رئاسي، أيضا في انتخابات مجلس الشعب، وكل كل الأحزاب تتبناها. أما الرغبة السياسية فهي بتيجي بالضغط. أستاذ سامي، عايز اقول انه بالنسبه للخارجين عن المبادره هم مواطنين ومنظمات حقوقيه مدنيه، وبالتالي هي كان دورهم الاساسي ان هم يقدموا المجهود ده، وده عشان يتحولوا الى جهات فعاله، يعني هو ده الفعل اللي احنا نقدر نعمله. المسؤوليه النهارده بقى عند كل واحد من الموجودين في القاعه واللي كانوا موجودين، هو ان هو ازاي يحول المبادره دي الى فعل. يعني تمنيت المبادره بانك تخبر بها عدد اكبر من الناس، ده فعل. إن كل حد من الموجودين النهارده لو نقل المبادرة دي ل10 أشخاص، وال10 أشخاص اللي هو ال10 أشخاص هتبقى فعلا. لو إحنا عملنا دعوة على الإيميلات بتاعتنا، لو زينا الإيميلات بتاعتنا بالموقع الإلكتروني بتاع المبادرة، وطالبنا الناس إن هي تعمل دعم للموقع الإلكتروني ده فعلا، أنا بتصور إنه إن إحنا مش لازم نعور على الإرادة السياسية، لأن الإرادة السياسية واضح إن هي مش موجودة. يعني دي حاجه اثبتت الايام ان هي مش موجوده. اللي مطلوب دلوقتي هو ان تتخلق اراده شعبيه، الاراده الشعبيه هتخلي صانع القرار يضطر ان هو يتبنى المبادره، والضغط على صانع القرار خطواته كتير، مش زي ما حضرتك قلت في السباس المظاهرة. في برنامجنا احنا عندنا برنامج احنا ماشيين فيه، بس البرنامج ده مسؤوليتنا احنا. المهم مسؤولياتكم، لان مسؤوليتنا احنا هنعمل مؤتمرات مع اللجان الشعبيه، وهنقابل الاحزاب، وهنضغط على الحركات السياسيه عشان تتبنى المبادره. بس الحاجه الاساسيه هي مسؤوليه كل فرد. اذا يعني المبادره منطلقه من التصور اللي بيقول انه بناء مصر اللي احنا عايزين نعيش فيها هو مسؤوليه كل فرد عايش على ارض مصر. ومش المفترض ان ولازم نتخلص من فكره الدولة الأبوية اللي هي تحل لنا مشاكلنا. إحنا اللي لازم نحل مشاكلنا. وبالتالي المبادرة شعبية، والمفترض إن هي يعني تحتمي بوفق الشعب. وبالتالي فالمسؤولية عند حضرتك زي ما هي عندي، وعند الأستاذ وعند المدام وعند كل حد موجود هنا في القاعة، إن هو إزاي ياخد المبادرة دي خطوة أبعد. أنا يعني بطلب منكم كلكم إذا كنتوا حاسين إن الجهد اللي اتبذل ده جهد يستحق الدعم، انكم على الاقل تعملوا حاجه بسيطه، كل واحد فيكم يحط الموقع بتاع دعم المبادره على الايميل بتاعه، ويطلب من الناس اللي تدعم المبادره، ويطلب من الناس ان هي تزيل ايميلاتها كمان بنفس الموقع. لو قدرنا نخلق ده هنبقى فعلا بنتحرك ناحيه ان احنا نبني الجهاز الامني اللي احنا عايزين نعمله. كمان من ناحيه ثانيه احنا مستعدين للتعاون مع اي جهه عايزه يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه اظن واضح مثلا من اللي قالته غاده او اللي قالته ماجده انه احنا ما كانش عندنا اي خيارات في ارسالنا للمبادره لاي جهه. المفترض ان المبادره ديت ان اعاده بناء النظام الامني في مصر هو مطلب كل المصريين، يعني بما فيهم رجال الشرطه نفسهم، بما فيهم كل الحركات السياسيه على اختلاف تنوعاتها وعلى اختلاف توجهاتها. وبالتالي فهو مش مطلب سياسي، هو مطلب شعبي. واحنا كنا بنخاطب كل الجهات بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معاهم سياسيا، لان احنا متصورين ان اللي احنا بنتكلم عنه هو شيء يعني كل المواطنين. وبالتالي دي كمان مسؤولية عند كل الأشخاص الموجودين هنا. فأنا خليني أقول إن السؤال عندي أنا العكس. السؤال هو أنتوا هتعملوا إيه؟ هرد عليك. اتفضل. هو أنت
واحنا يعني من تقريبا حوالي ساعه بالظبط انا عملت المبادره امبارح، اتفقت مع كريم ان شاء الله ان احنا هنعمل هنتواصل من خلال اللجان الشعبيه اللي عندنا اللي احنا بنتعاون معاهم ازاي نوصل لهم هذه المبادره. ده شغل عملي ان شاء الله هيحصل في خلال اسبوع بالكثير. ده غير ان في صالون يعني خاص بيا ان شاء الله انا برضه اتفقت معاه ان احنا ناخد المبادره وننشرها في الصالون دوت صالون ثقافي مع الشباب اللي احنا بنقعد معاه. وفي بالنسبه للتفعيل العملي ده ان شاء الله خلاص اتفق عليه بس ما عملتوش يعني دلوقتي ان احنا لسه ما نفذناش. فالتعاون ده قادم ان شاء الله. بس احنا انا السؤال بتاعي ان احنا ازاي نضغط؟ احنا لحد دلوقتي عندنا جهه تنفيذيه يعني فاشله تماما ما بتعملش حاجه خالص غير انها ثوره مضاده. واحنا عارفين ان السلاح القاتل الوحيد لهذه الثوره هو الفراغ الامني اللي انتم الحمد لله بتسعوا لحلها. فاحنا عايزين نشوف اليات مع بعض وانتم كمان تنزلوا الشارع مش بس في المؤتمرات. انتم طبعا ان شاء الله هتنزلوا الشارع معانا في اللجان الشعبيه لكن عايزين كمان نعمل حاجات بشكل اوسع ووفود. واحنا هنشوف ان شاء الله نتعاون. بس انا بقول لك ان شاء الله اللي انت بتقوله احنا هنقدمه فورا. شكرا. ممكن دكتور احمد دراج في الصف الثاني هنا. اولا الحقيقه انا بشكر الساده القائمين على هذه المبادره. هي انا حضرت مع مجموعه من المبادره في ورشه عمل كانت قبل كده والحقيقه الصوره كمان الصوره اللي وصلت لها دلوقتي حاجه مشرفه جدا وحاجه بتطلع ان البلد دي يعني فيها كفاءات فعلا لكنها غير موضوعه في اماكن طبيعيه. الحقيقه اولا يعني انا بشكركم جميعا على هذه المبادره وشايف ان دي خطوه مهمه جدا لو تحققت لو كان في فعلا اراده سياسيه راغبه في نقل البلد دي مش بس في الحاله لان الحاله الامنيه هي اللي في وراها كل شيء الاقتصاد وكله كله كله كل شيء حتى التقدم العلمي والتعليم كله مش هيجي الا اذا بدانا بالخطوه دي. وانا بالتالي عندي تصور انه احنا محتاجين ما حدش يقدر يعمل يقرا الكلام ده كله بسهوله عند كل الناس. كل الناس عندها رغبه ان هي تقرا بسرعه. فيا ريت زي حضرتكم عملتوا العمل الرائع ده انكم تعملوا ابستراكت صغير عن المبادره يقدر اي حد يقراها ويوصل منها للنتيجه بسرعه، دي واحده. النقطه الثانيه هي نقدر نعمل ايه ونساعد في ايه او نساعدكم في ايه ونساعد بلدنا في الاساس يعني. انا اتصور انه هذه المبادره بشكلها الحالي ممكن جدا يعني من خلال عملي مع القوى الوطنية الموجودة في مصر كلها إن أنا أجمع عليها توقيعات القوى الوطنية وأدخلها كجزء من دلوقتي مطروح مبادرة اسمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتبقى جزء من مشروع إنقاذ البلد خلال هذه الفترة. إذا كانت هناك حكومة إنقاذ وطني يبقى إحنا هنجمع عليها توقيعات دي نمرة واحد واللي يقدر يساهم في ده انا شخصيا هقوم بهذا الدور وبتحمل المسؤوليه قدام ان انا اقوم بالدور ده. النقطه الثانيه ان انا بتمنى عليكم انكم تعملوا ملخص كده عشان لما نتكلم مع بعض الناس اللي هي متعجله دايما تقرا ورقتين او ثلاثه او اربعه انهم يقدروا ايه يستوعبوا الكلام ده بسرعه قبل ما يحصل عندهم ملل لانه مش كل الناس عندهم الطاقه والقدره انه يقعد يقرا مثلا 20 او 30 صفحه. شكرا جزيلا. شكرا. الملخص موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد مشعل عضو كتاب ضباط لكن شرفاء. وانا بدايه بنام على اصدقائي والائتلاف جوعنا ان احنا مع المبادره قلبا وقالبا وان شاء الله نحاول بكل جهدنا ان احنا ندعم. ليه حضرتك سؤال اعتقد يعني سؤال فني شويه في حته سياسيه. حضرتك قلت ازاي هنعمل نقل الاداره العامه للانتخابات الى اللجنه العليا للانتخابات. هل هذا كافي ولا احنا محتاجين الى تشريعات تغلظ عقوبه تزوير الانتخابات من قبل الشرطه ومن قبل السلطه؟ دكتور محمد رد حضرتك.